تمام. دي حالة الحمل دلوقتي، شايفة ان هو في حالة انتصار، في حالة احتفال، كأنه وصل لحاجة أعلى من اللي كان فيها، كأنه نجح في حاجة، كأنه ترقى، كأنه حتى إن شاء الله خرج من موقف معين خارج منتصر. أنا اللي طلعت صح، تمام؟ فاللي هو إيه، حتة بقى إيه، الثقة في النفس عالية جدا جدا، والدنيا عنده فيها فخر، مفتخر بنفسه، واللي حواليه على فكره مفتخرين بيه. وش يعني برضو ممكن يكون شكل من اشكال المباركه، مبروك، يو ديد ويل، حاجه كده حلوه قوي ومشرقه وجميله جدا. طيب ايه الحاجه اللي بيتمناها او اللي عايزها دلوقتي؟ الحمل، كانه الرساله دي يعني مسج برضو يعني جت في ودني كده. الناس اللي ما كانوش بيأنوا في الحمل او ما ساعدوهوش او يعني ما ساندوهوش بشكل ما، نفسه الحمل ان الناس دي تجيله وتقوله مثلا احنا عايزينك، او يحاولوا ان هو يتقربوا منه تاني وهو يقول لا مش عايز. تمام؟ ده حد بيقرب من حد وهو بيقول لا مش عايز، مش دلوقتي. تمام؟ لانه في حاله انتصار وشايف ان هو طلع صح، او ان هو ازداد شهره، او ان هو كسب في حاجه معينه وطلع صح في حاجه معينه، او زي ما قلنا اترقى او علي درجه في حته معينه. فعايز بقى الناس اللي زي ما قلت لكم كان ما ساندوهوش او ما صدقوهوش في الماضي ان هم يحاولوا يتقربوا منه او حتى يعتذروا، بس هو عايزهم يجي يعتذروا ويقول لهم لا مش قابل. تمام؟ حاجة نفسه فيها الحمل. إيه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الحمل؟ ما شاء الله أنا شايفة إنه لا فعلاً في طاقة نجاح كبيرة جداً عنده الشهر ده. انتبه جداً للناس القريبين منك. تمام؟ الـ helpful matters ما تديش ظهرك لحد. تمام؟ أوعى. لأن شايفة إنه في ناس ممكن تنتهز الفرص ويعني تقطعك، ممكن تعمل وتأذيك فعلا. انتبه، لازم دايما يعني طول ما انت واقف لازم تبتدي تبص حواليك وتبص وراك، ما تأمنش الفترة دي. انا مش بتكلم في المطلق، الفترة دي ما تأمنش حتى الأقرب الناس ليك. تمام؟ اوكي، الكارت ده كارت القمر، دي حالة تحفز، وبص وتكشر ازاي، يعني مش عايزاك تفرح قوي الفترة دي وتبتدي يعني بالنجاح او الحتة اللي انت وصلت لها دي وانه تبقى قاعد مريح، ما تريحش، لان شايفة انه ممكن يكون في ناس متربصة شوية، متربصة بيك. طيب، ايه الحاجات اللي العكوسات او الحاجات اللي بتضعف الحمل الشهر ده؟ علاقاته الاجتماعيه. يعني خلينا نقول علاقات الحمل الاجتماعيه الفتره دي او الشهر ده حاسس ان فيها صعوبه. يمكن يكون الحمل مش في حاله ان هو حابب انه يختلط بالناس، فده بالنسبه له تحدي وهو محتاج يعمل ده الفتره دي، او ان هو طبيعته كده، هو اصلا مش شخص اجتماعي قوي وما بيحبش ان هو يقضي وقت مع الناس. فده التحدي اللي عند برج الحمل. ويمكن يكون برضو دي رساله جايه لي انه عشان يثبت النجاح ده، اوكي، او يعليه او يكمل عليه، محتاج ان هو يحسن من علاقاته جدا، والحكايه دي هو ضعيف فيها. فابتدي يا برج الحمل اشتغل على الموضوع. في ناس كتير جدا بتساعد في الحاجات دي، ان هي تحسن من علاقاتك الاجتماعيه بالناس اللي حواليك، ازاي تكسب الناس اللي حواليك وتكسبهم كاصدقاء وحلفاء ليك. تمام؟ انت محتاج حلفاء من الاخر كده، انت عايز حلفاء مش عايز اعداء. تمام؟ فخلينا نقول حته التشفي او الارضاء النفس اللي انت نفسك توصل لها، ان الناس تيجي تعتذر لك ويقول لك والله انت كان عندك حق، والله ما تزعلش مننا، وانت تقول ايه؟ تصدهم، او ان انت تقول لهم انتوا ما كنتوش بتفهموا حاجه، او تنهارهم باي شكل من الاشكال. لا بلاش. استوعب وقول تمام واهلا بيكم، ما فيش مشكله خالص. حد بيقدم لك عرض، طيب انا هفكر.
حاول تكسب الناس اللي حواليك عشان تعزز وتاكد النجاح اللي انت وصلت له ده. ايه النتائج المتوقعه بالنسبه للشهر ده؟ ان شاء الله شايفه برده زي الحوت عندك فرصه مهمه، الحوت والحمل الاثنين جه في نفس المكان الكارت، انه في فرصه مهمه بتيجي عند برج الحمل وبيثبت فيها نفسه كويس جدا وبيستعمل طاقاته كلها. خلينا نقول برضو الطاقه اللي جايه لي انه مع كل نهايه في بدايه عند الحمل، مفيش حاجه عنده اسمها النهايه خلاص كده الموضوع خلص، لا مفيش حاجه عنده بتخلص، مستمر تمام. وكمان حاله الانفينيتي دي افكاره لا تنتهي، افكاره كتير جدا جدا، وفرص كمان عنده لا تنتهي، فرص كتيره جدا جدا، وخلينا نقول ممكن تكون اكتر من فرصه. والحمل على فكره متوقع ده وكانه مجهز الرد، انا هرد على ده واقول ايه وهرد على ده اقول ايه. طيب القراءه حلوه جدا، بس اللي هنصحك بيه يا برج الحمل حاجتين، ركز على علاقاتك الاجتماعيه، تاني حاجه انتبه جدا للناس المتربصه ليك اللي ممكن فعلا يحسدوك او يزعلوا على النجاح اللي انت وصلت له. تمام. الحالة المادية لبرج الحمل يا سيدي، بصوا بقى الحمل اما ان هو بيدي لناس، حد بيدي فلوس لانه ما شاء الله واصل في حتة حلوة جدا، لو هو مثلا مدير عمل بيدي مكافآت او حوافز للناس اللي تحتيه، بيديهم حاجة كده يعني يبسطهم بيها ويريحهم بيها. الحمل لو كان مستني ان هو يقترض حاجة من بنك بيجي له قرض، او ان هو اللي بياخد فلوس من حد اكبر هو بقى اللي بياخد المكافأة، او ممكن يكون ورث كمان من حد اكبر لو كان مستني ان هو يعني يحصد او يحصل على ورث من الناس اللي يعني من اهله وكده، شايف ان هو ان شاء الله بيمسك مبلغ مالي من الورث. ايه الحالة الصحية عند الحمل؟ مش شايفة ان هي مش كويسة، والحمل خليني اكتر اقول نتكلم عن حالته النفسية، متعصب، في حالة عصبية في الموضوع، متشنج شوية، او ان هو بيقاوم، ان هو تعبان في حاجة تعباه، مثلا طاقته البدنية مش اعلى حاجة، مش في الفورمة يعني بتاعته، بس هو بيقاوم وبيتحامل على نفسه علشان يحسن منها. برافو برافو، دي حاجه كويسه جدا. الكارت لحد دلوقتي شايف ان هو يعني مش بيضغط على نفسه بشكل ممكن يؤذيه، لا تمام، المقاومه دي كويسه، ما تستسلمش لحاله كسل او اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تحسس ان هي تعباك، لا ما تستسلم لهاش وقاومها وهتعدي لوحدها، او زي ما قلنا ان هو متعصب. تمام، جميل جميل جدا. طيب يلا نشوف القراءة العاطفية لبرج الحمل. عاطفيا الحمل مش شايفه ان هو احسن حاجه، انا شايفاه بالنسبه للحاله العاطفيه متوتر جدا جدا، لا توقف عن التفكير، والتفكير سلبي، بمعنى هو مش بيحاول يلاقي حلول، لا هو عمال يعني بيشحن نفسه طاقه سلبيه. اوكي، فهو بالنسبه للحاله العاطفيه تعبان جدا، وخلينا نقول بيحلم حتى بالمشكله دي او الحاجه اللي مقرقاه عاطفيا دي، حتى بتجيله في الحلم وقت ما بينام اذا كان بينام. تمام، شايفه نوم متقطع، خلاص دماغه وجعته من كتر التفكير، بيفكر كتير جدا بالنسبه لحاجه تخص علاقته العاطفيه، بس زي ما قلنا التفكير سلبي ما هوش ايجابي، مش منتج،
مش هيفيدنا بحاجه. انت عمال تفكر 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 وهاري نفسك، بس انت مش بتلاقي حلول، انت بس بتزود يعني الجهاد النفسي اللي انت فيه. فنحاول نوقف تفكير شويه، دي اول حاجه هنصحك بيها. حاول توقف تفكير شويه، شد الفيشه وقت النوم للنوم، خلاص هنبطل التفكير، اتفرجوا على حاجه بتضحك، اسمعوا مزيكا هاديه حلوه، يعني حاولوا تظبطوا المنتل هيلث بتاعتكم، الصحه العقليه بتاعتكم. لانه فلنفرض الوضع ما صلحش، انت ما استفدتش حاجه، ولو اتصلح برضه مش هتستفيد حاجه، او هتبقى اهدرت الطاقه دي على الفاضي، لان انتوا في الاخر هتتصالحوا او الموضوع هيعدي، ولو ما عداش فانت برضه مش مستفيد حاجه من اللي انت بتعمله ده، يعني مش دي الافاده خالص. لو هتفكر يا اما تفكر في حلول وانك انت تحاول تصلح، ونبطل نعيد بقى الشريط اللي شغال، اللي هو من اول ما العلاقه ابتدت لحد دلوقتي عملت فيا ايه او عمل فيا ايه، مش هيفيد. تمام؟ لو هنفكر هنفكر في الهير اند ناو، دلوقتي حالا احنا واقفين فين، النقطه اللي احنا واقفين فيها، وايه اللي هيساعدنا ان احنا نحسن العلاقه دي. طيب الشريك الناحيه الثانيه في عنده حاله فوضى، انهيار كامل، يعني انت تعبان وشريكك كمان تعبان. فخليني افضحه كالعاده انه شريكك لو بيحاول يوري لك انا تمام، لا هو مش تمام، هو منهار تماما وفي حاله فوضى ومش عارف يعمل ايه، وعنده شبه حالة صدمة هو كمان ومش عارف يتصرف. فحمل انت السيد العقلين الصراحة، انا معرفش شريكك ممكن يكون برجه ايه، انت اللي ممكن تسيطر على الموقف وتحسنه شوية. تمام؟ فالشريك شايف ان هو في حالة انهيار تام، وحاسس انه العلاقة انهارت وباظت، وهو مش عارف يعني يلحقها منين او يصلحها ازاي. طيب حمل نفسه في ايه؟ نفسه يبقى عنده لامبالاة بفول، ان هو اولا اللي يفكر فيه يقوله، والحمل مش من طبعه كده خالص، الحمل بيفكر كويس جدا في الكلام قبل ما يقوله، بيدرسه كويس قوي. هو نفسه ما يبقاش كده، نفسه ليه في راسه يقوله على طول، او ان هو يبقى عنده لا مبالاة، ولا هو سامع حاجة ولا هو شايف حاجة، ويستمتع بحياته عادي جدا. مساء الفل يا حبايبي. الشريك عايز ايه او نفسه في ايه يا برج الحمل؟ نفسه انك انت اللي تقود المسيره، نفسه ان انت اللي تسيطر على الموقف، لانه واضح ان الموقف خرج عن سيطرته ومش عارف يصلحه ازاي، ممكن يكون هب الدنيا ومش عارف يصلحها. فهو محتاج مساعدتك ان تاخد انت القياده وتبتدي انت اللي تصلح الموضوع. معلش لو انت صوت العقل في العلاقه دي، يعني للاسف بيبقى ده دور الطرف ده. لو انت صوت العقل ابتدي خد موقف وابتدي انت صلح الدنيا اللي باظت دي. انت شايف شريكك عامل ازاي يا برج الحمل؟ نايت اوف بنتكلز، ان هو شخص هو معتمد على نفسه، في حاله اعتماد على النفس، او شخص يثق، يعني يقدر يتحمل المسؤوليه في حاجات معينه بيشيلها كويس جدا جدا. شايفه ان هو كمان شخص روتيني، بيتبع الروتين في كل حاجة، في تصرفاته وفي تفكيره. بس ما زلت شايف شريكك بصورة كويسة، ان هو زي ما قلنا شخص محترم وشخص انت تقدر تعتمد عليه. شريكك بقى شايفك ازاي يا برج الحمل؟ شايفك قائد، وانك انت اللي بتعرف تمشي الامور، العربة بتوحي بان حاجة تتحرك. مش هلاقي وقف تاني. ايوه، ان انت اللي بتمشي الامور، تمام، وانت القائد. مش عيب حتى لو كانت الحمل هنا هي المرأة، على فكرة عادي جدا، في يعني سيدات وستات بيفكروا بشكل احسن كتير جدا وبيعرفوا فعلا يظبطوا الامور. فلو انت القائد فعلا في العلاقة دي يا برج الحمل، شريكك محتاج مساعدتك، وانك انت اللي تعدي بالعلاقة المحنة دي. ايه الطاقة ما بين الحمل وشريكه؟ في طاقة هزيمة، انهزام. وخلينا نقول اما طرف منكم اخطأ ومش قادر ان هو يعترف بالخطأ ده، معلش ثانية واحدة، انا غلط، ما بيعملش ده، وفي حالة مكابرة وعناد، انا ما بغلطش، انا تمام. ده ممكن يكون واحد منكم في العلاقة او كلاكما معا، انتوا الاثنين، كل واحد راكب راسه، انا ما غلطتش، انا ما غلطتش.
تمام. ففي حاله انكار للحاله اللي احنا وصلنا ليها. وزي ما احنا زي ما انا شايفه او الرساله واصله لي ان احنا سايبين المشكله الاساسيه وعمالين نبص في حاجات تانية. انت عمال تفكر او هالك نفسك تفكير وشاغل مخك جامد جدا جدا تفكير كتير جدا لا ينتهي بس ما يبصلش النتائج او ما بتاخدش خطوه ايجابيه، وشريكك الدنيا بايظه منه خالص مش عارف يصلح الامور ازاي، وعايزك انت اللي تصلح الامور بس تقريبا مش عايز يعترف بده مش عايز يقول ده. اوكي، ايه اللي بيحصل الشهر ده؟ فرص بتيجي للعلاقه او بتجيلكوا انتوا الاثنين وبتضيعوها. يعني شريكك مثلا ما بيحاولش او بيحاول يبعت لك رسائل وانت ما تشوفهاش. الرسائل اللي انا شايفاها دي ساعدني، طب انا مش عارف اصلح الموضوع ازاي، عايزك تساعدني وانت انا مش سامع حاجه. فاهم؟ في فرص بتيجي وبنضيعها. الشريك الناحيه الثانيه نفس الحكايه، ممكن تكون انت صبرك او سكوتك ده بالنسبه له فرصه انك بتديله وقت ان هو يصلح وما بيصلحش، فاللي شايفاه الشهر ده فرص بتضيع. فنبتدي نركز في الفرص يا جماعه، نبتدي نسمع بعض الكلام اللي هو ما بيبقاش بيتقال بالبق ده. في تصرفات معينه الشريك بيعملها فانت عشان تعرفه كويس قوي انا فاهم هو عايز ايه. فنبتدي ما نضيعش الفرص دي. ايه اللي بيحصل الشهر الجاي؟ والله اعلم، احنا بنتكلم في الشهور اللي جايه، انه لو الوضع استمر بالشكل ده ده المتوقع ان هو يحصل. قعده عائليه، ها في مشكله، نبتدي ان احنا ندخل طرف ثالث في الموضوع. مش لازم تكون عيله على فكره، ممكن يكون صديق او صديقه، نبتدي ان احنا نقعد ونتكلم مع بعض. الاجتماع ده هنخرج بيه في ايه؟ بايه؟ ولا حاجه، مش هنخرج بيه باي حاجه، مش هو ده الحل ان احنا ندخل اهلنا او ندخل صحابنا في الموضوع، ده مش هيحل الموضوع والنتيجه اهي. هنقوله حبيبتي، الدكتور هيتقال حالا بعد ما نخلص الحمل. زعل جامد جدا، حزن شديد جدا، وممكن يكون جرح بقى، نبتدي بقى ايه نجرح في بعض. انا عماله اقول لك يعني ابعت لك في مسجات وانت مش فاهم انا عايز اقول لك ايه. فيبتدي يحصل، ممكن يكون في شكل من اشكال ان احنا نجرح بعض بقى، نجرح بعض. ف او يعني هو المعنيين قريبين من بعض، او ان العلاقه بتمر بعاصفه او بوقت عصيب شويه. فنحاول ان احنا او يعني انصحكم النصيحه اللي انا شايفاها علشان نتفادى الكروت اللي جايه دي، الشهور اللي جايه شهر 6 و7 دول اللي احنا شفناهم، انه كل واحد يعترف بخطئه. انا اخطات في كذا وكذا، انا محتاجك تساعدني في كذا وكذا، انا عكيت الدنيا، ساعدني في ان انا اوصل.